بساط احمدي خلي البساط احمدي ناخد معك وادي خلي البساط احمدي خلي البساط احمدي خلي البساط احمدي ناخد معك وادي خلي البساط احمدي خلي البساط احمدي خلي البساط احمدي ناخد معك وادي خلي البساط احمدي أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم البساط أحمدي. سنتناول في حلقة اليوم قضيتهم كل مواطن يمني، تابعونا لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين قضية اليوم هي قضية المستشفيات. طبعا لو نتكلم عن المستشفيات نشتي لنا 23 مسلسل تركي من أبو 3000 حلقة، لكن سنتكلم عن المستشفيات الخاصة بشكل مختصر جدا جدا جدا، مش حنتحرك من الطوارئ. أنتم عارفين إن إحنا اليمنيين أو السواد الأعظم مننا بيرقدوا ولا في جيبهم ريال. نتخيل واحد من هؤلاء قدر الله عليه بمرض، راح يسلف 1000 ريال من جار ولا بقاله وراح يسعف نفسه للمستشفى. وهذا معروف في العالم كله، إذا مرضى الواحد ما بيهم إلا حاجتين، حق التاكس والبطاقة الشخصية على أساس تثبت إنه من أبناء البلد. هذا طبعا بالنسبة للدول الفقيرة. أما الدول الكبيرة يعني في مستشفياتها مفتوحة أبوابها للجميع. طبعا لا أطير عليكم، اتفرجوا صاحبنا هذا أيش ما يحدث له، تفضلوا اتفرجوا. وصل صاحبنا للمستشفى ولا ما نمشي تستقبله استقبال، بعد دائما احنا نعرفنا المريض يجلس يستنى بساعة، مريض اثنين ما شاء الله تبارك الله. ايوه دحين صاحبنا قال انه منكر ونكر، بيسألوا اطمن انت في ايدي امينة، ما شاء الله انا اول مرة ابصر هذا الاستقبال وابصر هذه الابتسامة من الدكاترة، ابصرها بس قمر راسه ما شاء الله تبارك الله. يا اخي لا تقلقش، فاكر دحين انه بيسألوه هل معك فلوس هل معك تهمي هل بصراحة الآن ابتسم، شوف تأكد انهم بيسألوا عن صحته، ايش المرض الذي فيه، ايش الحالة الذي بيعاني منها، بيقول الحمد لله، شفتوا بنفسكم الحمد لله رب العالمين. اذا ما عبش داعي ان احنا نقول الدكاترة ما بيهتموش والمستشفيات مقصرين شفت الحق حق ما شاء الله اهتمام ولا تقول الا في ألمانيا. صاحبنا مصر لانه من كثر ما عنده حجه من كثر ما سمع على المستشفيات فاكر انه لا يشتي بسرعه جالس يتحسس جيوبه وذي، هم قد عرفوا انه ما بيش معه فلوس، خلاص قالوا له ولا تقلق هذا واجبنا، الله يطمن قلوبهم مثل ما طمنتوا قلوبنا، الحمد لله رب العالمين. الان بيودوا تقريبا قسم ثاني، شوف لحظه انا شوف لا تستعجلش، هذا تلفزيون تقريبا او منظار او تلفزيون، ايوه شوفوا القلب، ايوه ما شاء الله تبارك الله، شوف هذا كله بلاش بسهولة جدا جدا بدون ما يدفع وبدون ما يسارب وبدون ما يطوبر، الحمد لله رب العالمين. هذا بتخطيط قلب، انا متأكد يا اخواني من هذا الاستقبال انهم بيدفعوا له حق المواصلات عشان يروح البيت. شوف العافية تشع من وشه، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله لسه الدنيا بخير زي ما بيقولوا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، شوف الحمد لله رب العالمين. فعلا لقد أفلشتم صدورنا، لقد رفعتم رؤوسنا، لقد ما لنا نخز، هذا يمكن ما أدري تخدير أو حاجة أو قسم الرهونات، ما هو هذا يعو يعو يابا ها مربطي يابا لا إله إلا الله والله وربطه. أنا أعرف أن الناس يرهنوا جنبي بليزقي خاتم مش آدمي، خيرة الله
طبعا الذي شفته هذا مو صحيح، وهذه مبالغة، بس أرى من وجهة نظري إن هكذا أفضل. خليهم يربطوا المريض، خليهم يحبسوه لما يطلع له صعب، لو ما تجي منظمة حقوق إنسان تنقذه، لو ما يطلع له متبرع. أما حاجة إنهم ينقذوه ولا يخلوا يتعذب أمامهم لو ما يموت. أنتم عارفين إن في بعض المرضى يحصل لهم مثل ما يحصل للشوارع حقنا، مش لما يجي يحفروا شارع بعدها يردموا، بعدها يطرحوا الكري، بعدها يزفلتوا، بعدها يقولوا أوه نسينا ما نطرح الصرف الصحي، بعدها يحفروا، بعدها يردموا، بعدها يحطوا الكري، بعدها يزفلتوا، بعدها يقولوا أوه نسينا ما نعمل مشروع الكهرباء، بعدها يحفروا، بعدها يردموا، بعدها يطرحوا الكري، بعدها يزفلتوا، بعدها يقولوا أوه نسينا ما نعمل مشروع المياه، بعدها يحفروا. وعليها في بعض المرضى يحصل لهم هكذا، يعني في بعض المستشفيات ركزوا على كلمة البعض، مش بس البعض، قولوا البعيض يعني تصغير البعض. بعض المستشفيات يعني يجي يفكوا للعملية المريض بعدين يرجعوه، بعدين يخيطوا، بعدين أوه نسينا ما نبز المقص، بعدها يفتحوا العملية، بعدها يرقعوها، بعدها يخيطوها، أوه نسينا الشاش داخل بطن المريض، بعدها يفتحوا، بعدها يرقعوا، بعدها يخيطوا، بعدها أوه نسينا نظارة الدكتور، بعدها يفتحوا. المهم، وهذا يحصل نتيجة إيش؟ إن بعض المستثمرين، أنا قلت بعض المستثمرين يعني داخلين الموضوع تجارة، يعني بيركز أول شيء على الأرضية، على موقع الأرضية، ويهتم بالمبنى بالأثاث بالديكورات بالنجفات بالأجهزة ومدري إيش بالحديقة وبالشجر. لا مقدر المستشفى جاهز، يقول لك ذا حين أنا لو استقطب ولا أجيب دكاترة كبار أي خسروني فوق خسارتي، فأنا إيش أجيب دكاترة شبان عادم تخرجوا جديد والبعض ما قد تخرجوش، يعني لما المستشفى يكسب سمعة ويشتغل وبعدين لكل حادث حديث. السلام عليكم. لو سمحت طلعوا لنا حساب القروض في 101. 101؟ ايوه. خروج ما؟ ايوه خروج. بارك الله فيكم. 201 تفضل. ما لقينا؟ ان 2 مليون؟ ايوه 2 مليون. ان حسابي حساب العده هذه 2 مليون؟ ايوه. 500,000 عمليه؟ 300 ألف غرف مع الوجبة. الله الله. 300,000 فحوصة. 200,000 علاجة ومع بنتين إبر وثلاث مغذية. وباقي الحساب هذا ما هو؟ ما هو من هذا؟ والله يا حج ما زيدت حاجة من عندي، هذا هو حسابك. إذا ما عجبك الخبر اطلع تأكد من المدير. والله لا أطلع لا عند المدير ولا أشهد أكد، لا تطلع ولا أطلع. العجز حطه ما عتفت من مليون ما عليها يا ثوب أنت بارك بارك بارك. أنا أعرف واحد سرقوا عليه الحذاء، ربنا يكرمكم ويعزكم، في أحد القاعات. فلما هو ماشي من الصالة والقاعة للسيارة دعس زجاجة، طبعا في دم في جرح، بس نفسه لا أقرأ مستشفى. أصحابنا في المستشفى غرب سروا داخلي زقموا بالعربية وهات يا سحب له من قسم لا قسم. المهم عملوا له إشاعة وعملوا له فحص دم وعملوا له رنين مغناطيسي وعملوا له تخطيط قلب، وفي الأخير خرجوا الزجاجة وعملوا له تنتور وربطوا بشاش وقالوا الله يفتح عليك. لما قال لهم بالله عليكم ليش هالطلعة والنزلة وليش هذا الفحوصات كلها، قالوا له حبينا نتأكد. أكثر ما يعاني منه المريض اليمني هو سوء التشخيص، يعني تروح لعند الدكتور الأول يقول لك عندك الكلى، تروح تعبد تتأكد يعني، تروح لعند الثاني يقول لك عندك المعدة، تروح للثالث يقول لك عندك القلب، الرابع يقول لك عندك الرب. المهم في أي شيء عمل في احتار المريض، في جمع الكشوفات والفحوصات كلن
ويشوف أكثر رأي أجمعوا على الدكاترة ويستقر عليه. لا نروحش بعيد، تابعوا معي. والله عجيب. إذا ما خاب ما استشعر. أيها الأخوة كيف حالك؟ اسمع، ما بلاقيتني حالة غريبة عجيبة كذا. في واحد عملنا له فحصين، الفحص الأول طلع أن السكر مرتفع جدا جدا جدا، والفحص الثاني طلع أن ما في السكر خالص. أنا آسف مشغول. خلاص خلاص دكتور، أنا أتصرف. راضي شكرا. حلفت هي ما تحتاج لها كذا. حقرا بقرا قال لي ربي عد العشرة واحد. حقرا بقرا قال لي ربي، حقرا بقرا قال لي ربي عد العشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. سكر بدو باين في صورتك. وين قاعد دخل مريض؟ السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش طلعت نتيجة الفحوصات يا دكتور؟ من خلال الفحوصات تبين لنا ان اخوك مصاب بالسكر. سكر؟ صلي على النبي يا دكتور، الرجال غير في حمى وزكمة وبشتي، ايش دخل السكر؟ بالله عليك اتفهم اكثر منك. ماشي هذا ماشي. عموما انا بكتب له بعض العلاجات ويرجع مرة علينا بعد السكر. تمام. اشتري من الصيدلية. حاضر يا حاضر. هيا اخي اي خدمة تكتب. شكرا. الله يشفيك. يلا مصر. هيا اخي. هيا اخي. هيا خلي المرض سهلة. دخلوا المريض اللي بعده. يا الله حالة سهلة. المشكلة أن وزارة الصحة لما تجي تعمل ترخيص للمستشفى تعمل ترخيص كأنه للبوفيا ولا البقالة. لا، هنا الموضوع مختلف جدا جدا جدا. لازم يكون هنا متابعة مستمرة أسبوعية وشهرية، إن لم تكن يومية. هذه أرواح بشر مش لعبة. المشكلة أن في دكاترة ما يخلوكش تتكلم ولا يسمعك خالص، عندك ما تمت جملة إلا قضى على جاهز. أهم حاجة عنده يقولك انزل اشتريه من تحت، مالش علاقة خالص. العلاج هذا قلت لك يطفحك ينهيك، أهم حاجة عنده إنك تشتريه من تحت. إيش من قلوب عندهم هؤلاء دكاترة الله أعلم. السلام عليكم. كيف حالكم؟ كيف الحال؟ لا أعرف أنا اسمه. ماشي. أنا ربي أبي مات. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك. حق الله كل ما في هذا الطريق. قل يا صديق السلامة، بعد ما مات هذه أصحابهم تشلوا بزوة العين. أيوة. ما رضوش يخرجوا أبدا أبدا أبدا. كمان ما يخرجوا إلا بفلوس. وإحنا والله ما عاد معنا ريال. صرفنا كل ما نملك في المستشفى حقهم. والله بالنسبة لي عادي. عادي أنا. اسلم الله يطول لي في عمرك. لكن ضروري ما تخرجوا من هنا الا وتدوا اجور الاطباء وحق العلاجات وحق الفحوصات وحق الثلاجه. ما اختلفنا شاندي، وكان معنا البيت حق البلاد بعناها، حتى المداعة حق الوالد بعناها، والبقره حق امي بعناها، حتى السيكل حق اخي بعناها. حاولنا معنا ما نبيع. انا مفكرين ايش؟ اني وكاله غير بوب ولا ما؟ ادفعوا الاجور ضروري قبل ما تخرجوا. خلاص يا رجل ولا تغذي نفسك. ما رأيك لو كنت تسمح لي أنا وأخي والوالدة كل يجي كل جمعة ندرس فوق الفاتحة وشرف ياسي ونطرح فوق مشكوري ولا شذا. أتمنى من أصحاب المستشفيات الخاصة إنه ما يخلوش الجانب المادي
يطغي على الجانب الإنساني، لأني هذه أرواح بشر. أعزائي المشاهدين، إحنا الآن تكلمنا في هذه الحلقة عن المستشفيات الخاصة بشكل مختصر جدا 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 وسريع، ولكن إذا تكلمنا عن المستشفيات الحكومية ماذا سنقول؟ عموما نوعدكم نحن نخصص موضوع في حلقاتنا القادمة عن المستشفيات الحكومية، ولكن قبل ذلك أود أن أوجه نداء إلى كل مسؤول داخل هذا البلد وأقول لهم اسألكم بالله، قلتكم الله برأس أولادكم، إنكم إذا مرضتم ولا مرض واحد من أولادكم ولا واحد من أقربائكم سيروا تعالجوا في المستشفيات الحكومية، حسسونا أنكم مننا وإحنا منكم، والمسؤول واقع بأنفسكم أفضل من ما تقرؤوه في التقارير الوهمية التي توصل لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مريض سنين البيت. أولادكم أقربائكم، يعني أخواته ابن عمه خالته. أنا شديد برسمة دمس. أنا عايش يعني مفكرني بواب غير بواب ولا هاي. وانا مشتيل بزهر بالعادل البريد هو بينحك قدامي ها؟ خلي البساط أحمدي، خلي البساط أحمدي، تاخد معك وادي، خلي البساط أحمدي، خلي البساط أحمدي، خلي البساط أحمدي، باخد معك وادي، خلي البساط أحمدي، خلي البساط أحمدي، خلي البساط أحمدي، باخد معك وادي، خلي البساط أحمدي، البساط، البساط أحمدي، البساط، البساط أحمدي، البساط، البساط أحمدي، البساط، البساط أحمدي.